مساء الخير ومرحبا بكل متابعي ومتابعات صفحتنا، مرحبا بكم من داخل تونس ومن خارجها. النقطة المباشرة هذه باش تكون مخصصة لآخر المستجدات في ولاية المنستير، آخر القرارات الارتجالية للحكومة الحالية وللسلطة القائمة حاليا بعد 25 جويلية، قرارات الاستثناءات، الوضع الاستثنائي، القرارات الارتجالية كما قلت. دونك حبيت ساعة كما في العنوان نتاع اللايف هذا مكتوب باش نحكيو على إقالة المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير سيد مهدي معطلة، وباش نحكي أيضا على هي أسئلة في شكل ألغاز الحقيقة، نستناو من وزارة الثقافة أنها تحل الألغاز هذه للمتابعين، وخاصة لمتابعي الشأن الثقافي لأن كلهم استغربوا باش يكونوا نسبة منهم كبيرة حاضرة معنا اليوم، وأيضا من الشأن الإعلامي من لواكب الأنشطة الثقافية خلال فترة مهدي معطلة. دونك باش نحكيو اليوم على إقالة مندوب الثقافة، علاش تمت إقالته، لكن قبل هذا حبيت نقول مع إقالة مندوب الثقافة هل أنه المنستير مستهدفة شخصيا من طرف السلطة القائمة؟ المنستير من غير والي بعد 25 جويلية، شوفوا قداش من شهر ولاية المنستير تخدم من غير والي، يظهر لي آخر اهتمامات السلطة القائمة من رئيس جمهورية إلى رئيس حكومة متاع ما شاء الله إلى الكل مع بعضهم، دونك آخر اهتماماتهم هو كونه المنستير ترجع تخدم على روحها ويرجع النسق الطبيعي نتاعها في الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية وفي الحياة اليومية والاجتماعية للمواطن. دونك نحبوا نعرفوا علاش، علاش المنستير من غير والي؟ علاش أي مندوب أو مسؤول جهوي قاعد يخدم على روحه ويحظى بدعم من مكونات المجتمع المدني باختلاف المشارب والمآرب نتاعهم؟ دونك يتم إقالته هنا باش نحكيو. دونك المنستير تعتبر قاطرة ثقافية قبل كل شيء، وهذه بشهادة وزارة الثقافة منذ 2016، وأنت طالع المنستير والأنشطة، نوعية الأنشطة وعدد الأنشطة الثقافية اللي قاعدة تقوم بها جهة المنستير والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير تعتبر فعلا نوعية ومثال يحتذى به، وهذا معناتها هذا أشادت به وزارة الشؤون الثقافية، أشادت به السلطة الجهوية، أشادت به نقابة الثقافة، الجامعة العامة للثقافة، أشادت به كل مكونات المجتمع المدني وحتى الأحزاب السياسية اللي ربما حضرت في وقت من الأوقات للأنشطة الثقافية والمهرجانات الدولية إلى آخره اللي تقوم بها تشرف عليها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. دونك المسير كما قلت مثال يحتذى به من خلال النوعية وكثافة الأنشطة الثقافية في الفترة هذه كلها. هل تم الاستغناء عن مهدي معطلة؟ هي بعض الأسئلة التي سأطرحها على سلطة الإشراف وعلى رئيس السلطة القائمة الحالي. دونك هل تم الاستغناء عنه لأنه نقابي؟ هنا باش نحاول نفهموا ونفركوا رومانا مع بعضنا، أم لأنه مش خوينجي؟ أم لأنه كيف كيف لم يقدم الولاء والطاعة للسلطة القائمة؟ هذوما التساؤلات اللي نحبوا إجابة عليهم. هل تمت إقالته لأنه يخدم أكثر من لازم؟ والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية خدمت أكثر من لازم وأكثر من الولايات الأخرى وأكثر من المندوبيات الأخرى. هل لأنه نظيفه ما عندوش الفساد المالي والخمج اللي نعرفوه نتاع برشا مسؤولين، ولا تفضحوا وتكشفوا من قبل 25 جويلية لكن ما تمش التحرك معناها ضدهم بالكل؟ أم أنه لأنه متعاون مع كل مكونات المجتمع المدني العاملين في الشأن الثقافي بالتحديد، وهو باش يحضروا معانا برشا منهم من ممثلي المجتمع المدني الليلة، وباش يحكيوا على كيفية تعامل المندوبية الثقافية والمندوب المندوب الجهوي للشؤون الثقافية مع هذه الجمعيات الثقافية وغير الثقافية أيضا، مع العلم أنه أداؤه وأداء المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية كما قلت لكم يحظى بدعم واضح من السلطة الجهوية، وأشرفت على جل المهرجانات الجهوية والوطنية التي أقيمت في المنستير، سواء مهرجان المنستير الدولي، سواء كل المهرجانات، العصاميات، نساء العصاميات اللي يجوها من كل دول العالم، الشراكات اللي قاعدة تقوم بها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية إلى آخره، هذا الكل أشادت به السلطات الجهوية والمحلية، تعاون واضح من المندوبية الجهوية مع البلدية ومع السلطة المحلية، تعاون واضح مع كل من يقصد المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يلقاها موجودة. وتنحكيه أيضا وقت الجائحة متاع الكورونا شنو كان دور المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وش خدمت؟ ما خدمتش ثقافة، خدمت حاجة أخرى هاتوا تسمعوها وتنعاود نذكركم بها ونوريكم ليزيكستري ونوريكم كل شيء. دونك هل تم تنحيته لأنه وضع حدا لجماعة العفو التشريعي العام اللي موجودين في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية؟ وهذه نقطة نحب السيدة الوزيرة تجاوب عليها، لأنه سيد المندوب في الآخر تحرك ضد التسيب نتاع العفو التشريعي العام، تعرفوهم جماعه العفو التشريعي العام، ما نذكركمش بيهم عاد، تعرفوهم كيفاش دخلوا يخدموا؟ معناها التونسي يقرا ويكلت 4 سنين بعد الباك وخمس سنين ويعدي كونكور وما ينجحش فيه، ومن بعد الاخر عنده سوابق محلاها معناها نتاع تفجيرات نزل ومتاع ما يفرق ومتاع كل شيء، دونك انت وجالين مرحبا بيك ندخلوك للوظيفه العموميه ونخلصوا لك سي ان اس اس وسي ان ار بي اس ونعطيوك كل شيء وتدخل تخدم ودخلوهم صلب كل القطاعات، لكن الاخطر انه الناس هذوما يكونوا في قطاع الثقافه بالتحديد، لانه نعرفوا الا الاخوانجيه والفكر الاخواني والمتطرف عقده هي الثقافه،
بكل معناها ما فيها الثقافه بكل اختصاصاتها، سواء المسرح والسيد اللي حارب ومندوب الجهه والشؤون الثقافيه او حاول انه يضع حد للتسيب نتاعه، سبقوا انه في المكنين تحركوا قال لهم فكوا عليكم المسرح هذا واتجهوا للمسرح الاسلامي اللي هي فقط راهو فما عريضه ومسحن فيها 14 فنان ولا قداش وخرجناها قبل وحكينا عليها قبل. دونك هل انه تم التنحيت لانه كما قلت مس جماعه العفو التشريعي العام، وهذا كيف كيف ربما اغضب اصحاب القرار اللي هما في ما زلنا نشوفوا في التوافق، وبالتالي الاخوانجيه هنا يتكلم الفرديه هذه صحيحه، الاخوانجيه ما زالوا يحكموا وما زالوا يسيطروا وما زالوا مسيطرين على دواليب الدوله وما زالوا مسيطرين على كل شيء في تونس. هل تمت اقالته لانه المندوبيه نتاع الثقافه نتاع المستير هي الوحيده، وهذه معلومه رسميه وتنجم السيده الوزيره ترجع وتعرف تطلب انسبكسيون حاليا للمندوبيه الجويه للشؤون الثقافيه، هي الوحيده تقريبا في تونس الا بونوات ليسونس وليسونس نتاع 2021 كله فضلته لم يتم استعماله، معناها لا فما لا فساد لا مالي لا اداري لا حتى شيء. هل انه الميزانيه نتاع 2021 اكثر من شهرها قعد التو معناها ما تمش صرفه، علاش معناها تمت اقالته؟ هل نحب نعرفه. هل تمت اقالته لانه كيف كيف وقت الكورونا ونتفكروا وقت الكوفر فو توتال والحجر الصحي الاجباري الى اخره، تتفكروا النشاط اللي قامت به المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه، وهنا نحكي اون كونيسونس دو كوز لاني كنت مشارك في النشاط هذا، المندوبيه الجهويه بعلاقات خليني نقولها معناها وكارت سيرتابل بعلاقات المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه تحصل على كميه كبيره ورهيبه من المعقمات نتاع الجو ومن المعقمات نتاع اللي هي كانت الحقيقه الدوله ماهيش موفرتها للمؤسسات العموميه، وقامت المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه ممثله في المندوب وفي بعض الاعوان الاخرين، وقمنا بتعقيم كل المقرات الامنيه بالمنستير بجهه المنستير، مراكز مناطق شرطه حرس امن وطني مطار الكل قامت بهم المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه من غير ما تاخذ فرنك من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه من ميزانيتها. دونك هذوما كلهم من خلال علاقات المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بالمنستير، وهذا موثق العمل هذا كله موثق، عملنا دي ريبورتاج لايف وكل شيء مصور ومسجل وموثق. دونك هل انه هذا من الاسباب نتاع اقالته؟ لانه فما تقارير تكتبت وقتها معناها شوفوا صحه الرقعه، فما تقارير امنيه ونزه معظم الامنيين في جهه المنستير الا كتبوا بالمندوب نتاع الشؤون الثقافيه، وقريت فما شكون قرا لي وسمعني معناها لي رابور انونيم هذوما قالوا المندوبيه تصرف من فلوسها باش تعقم لنا المقرات الامنيه، معناها الناس ما تحشمش، معناها جاي يعقم لك في المركز ولا في المنطقه ولا في اللي هو وتفتي تبي رابور وتقول اللي هو من الفلوس المندوبيه الجويه للشؤون الثقافيه، معناها هذه فقط نقطه. كيف كيف راهو فما من جماعه العفو التشريعي العام كتبوا تقارير انونيم موجوده بالمجتمع هيك في الوزاره وبارتو مش كان في الوزاره حتى تعاملوا مع بعض الامنيين خليني نقول واعطوهم الرابورات هذه. هل تمت اقالته لقتل الثقافه في المنستير؟ لانه تو كما تعرفوا كما قلت لكم المنستير هي ديجا من غير والي عندها قداش من شهر، اخر اهتمامات الحاكم بامره هي ولايه المنستير تقريبا هنا نشوفوا فيه كل يوم الشيء هذا، ما تستحقش مستير والي ابارامون، ما تستحقش لفت نظر من طرف رئيس الجمهوريه المنستير، ما نعرفوش معناه اسكم مامنين بها تخدم على روحها والقادره تمشي وحدها ولا شنو معناه؟ اعطينا شنو نظرتكم على ولايه المنستير؟ شنو هي نظره السلطه القائمه على ولايه المنستير؟ توا اليوم قطاع حساس كيما قطاع الثقافه ونحن في حرب مباشره وحرب شعواء ضد الارهاب وضد التطرف وضد الفكر نتاع التطرف، في حين انه الثقافه تكون هي البديل لهذه الحرب لدحر الفكر الاخواني والفكر المتعصب والفكر المتطرف باش نكثروا نوادي المسرح ونكثروا نوادي الفنون ونكثروا نوادي الموسيقى ونكثروا نوادي العزف، ام انه جايين توا باش نربكوا العمل الثقافي باش نعملوا به ريكول ونجيو للناس اللي تخدم ونضاف ونقيلوهم بجرد قلم. دونك هذا اللي حبينا احنا نعرفوه لانه ولايه المنستير فيها نخب مشع الحقيقه في الميدان الثقافي في السنوات الاخيره. دونك هذا معناتها تعرفوا يظهر لي مشروع شكون اللي هو قتل الثقافه في البلاصه، هو مشروع الاخوان وهو مشروع الفكر المتطرف ومشروع حزب التحرير وما لف لفهم الا في بالنا بعد 25 جويلية الحقيقه باش يتعاقبوا باش يتحاكموا باش نكافحوا الارهاب وباش نكافحوا التطرف الا انه ما فما حتى شيء. هل تمت اقالته لترضيه الاخوان خليني نقولها مباشره وجماعه العفو التشريعي العام؟ نعاود نسال السؤال هذا. الا ممنوع انك تقرب منهم، الا ممنوع انك تحكي عليهم، الا ممنوع انك حتى تعمل مراجعه لكيفيه تعيينهم، الا ممنوع كل شيء اي حاجه فيها العفو التشريعي العام، دونك تابو ما تحكيش فما ليني روج، او ربما اقيل لانه كما قال رئيس السلطه القائمه تتفكروا كل فما وقتها عملت لكم لايف وخرجت ديسكور من رئيس الجمهوريه قال احنا ما حاشتناش بكفاءات الخمارات، وهي كلمه اعتبرتها خطيره برشا، قال الكفاءات الحاليه هي كفاءات الخمارات المسؤولين الجهويين الى اخره هذوك نتاع الخمارات، وبالتالي ما حاشتناش بهم، حاشتنا بالكفاءات نتاع التنسيقيات،
نتاع كلا كانوا في الحزب الجمهوري، ومن بعد نداء تونس، ومن بعد قلب تونس، ومن بعد تحية تونس، ومن بعد مشروع تونس، وتوا ولاو في التنسيقيات، ولاو تو مديرين جهويين، ولاو ولات ولاو معتمدين ومسؤولين ومعتمدين والى اخره. دونك خلينا نفهموا، لانه فما تقارير كيف تكتبت على المسؤولين منهم سيد مهدي معطله انهم بعد اوقات العمل ولا حاجه يخرجوا معناها امورهم. يا اخي احنا نحب نفهم حاجه، هل انه يقاس العمل نتاع المسؤول، خاصه مسؤول جهوي وعنده معناها مسؤوليه كبيره مناطه بعهده وعلى عاتقه، انه يقاس بحياته الشخصيه؟ شي مكفيه يخرج يشرب يمشي، قاعد يقوم بواجبه ويؤدي في مهنته على اكمل معناتها وجه وكما يجب ولا لا؟ شنو هي المقاييس نتاع التعيين ونتاع تقييم المسؤولين في الدولة بعد 25 جويلية؟ وضحوا لنا، فسروا لنا خلينا نفهموا، هل أنه دور السلطة حاليا أنها تقيل الكفاءات وتفتح المجال ل مش لازم نقول شنو ولا شنو الحكاية بالضبط؟ للمنبطحين والغيره، خلينا نفهموا. باهي، دونك نجاح المهرجانات الجهوية والوطنية والدولية اللي نظمتها المندوبية نتاع المستير، حتى نوريكم عينات لهنا والأهداف والخيارات نتاع المندوبية، وهذه تقارير رسمية قمنا بها. دونك هذه الاهداف والخيارات نتاع المندوبيه، جست تاخذوا فكره ومن بعد ننزلوا لكم معناها باوربوينت، تفرجوا متعوا عينيكم، شوفوا شنو اللي صار في القطاع الثقافي في المنستير في الخمسه سنوات الاخيره هذه، باش تفهموا الا فما ناس قاعده تخدم بالحق، ولا الهدف نتاع السلطه هو ليس دعم الثقافه وليس دعم المسؤولين النظاف، وانما دحرهم لغايات ما نعرفوهاش شنو. دونك يقول القائل هنا، فما برشا ناس تقول لك الوزيره اقلته بار اكزومبل، ولا الوزاره ارتأت انها تقيله، هي ارتأت انها تقيله، المجتمع المدني سوف يدلو بدلوه، وكل المثقفون في الجهه وجلهم، خليني نقول باش ما نعممش، جلهم عندهم ما يقولوا لهنا، وجلهم عندهم ما يوضحوا، وعندهم ما يحكيوا على علاقتهم بالمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه كهيكل، وعلى تعامل كيفيه تعامل المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه كشخص السيد مهدي معطل. دونك هذه الاهداف والخيارات، مش باش نقرا عليكم، مش باش نطول عليكم برشا، باش ناخذ راي الضيوف اللي حاضرين معانا. دونك هذا العمل الثقافي، المهرجانات والتظاهرات الكبرى القاره بولايه المنستير، ولا فيها ملتقيات وطنيه يحضر فيها ضيوف حتى من الخارج، حتى ملتقيات دوليه معناها بشكل سنوي تقريبا، منتدى العصاميات، مهرجان ربيع الذكاء ببوذر، مهرجان السنه والعاده ببوذر، غيرها وغيرها 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 برشا بولايه المنستير، هاكا الجدول طويل وعريض. دونك هذه كلها تشرف عليها قاعده المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه، المسرحيين الشبان، الجمعيات الثقافيه الصغيره الا ما لقاتش شكون يدعمها وشكون يوصل لها صوتها، المندوبيه كانت صوت ليها. يا رسول الله، معناها احنا نجيو للناس اللي وفروا للشباب التونسي المناخ الملائم، ولا دعموه ماديا ومعنويا وتأطيريا وكل شيء، وفرت كل موارد الدوله وكل موارد المندوبيه للشبان باش يخدموا وباش يبدعوا، معناها دعوه للخلق ودعوه للابداع، هذا الكل شفناه بعينينا، وراني كي نحكي لهنا للتذكير راهي ليست مسائل شخصيه لهنا، بغض النظر على صداقتي بمهدي معطله او غيره، راني نحكي هنا اون كونيسونس دو كوز، كنت ننشط في برنامج اذاعي على رباط اف ام، وكان عندي ركن ثقافي قار، كنت مواكب فيه كل الانشطه الثقافيه اللي تقوم بها المندوبيه في المنستير وكل المؤسسات الثقافيه بالمنستير محليا وجهويا. دونك كيف نتكلم تو قاعد نعرف ايش قاعد نقول، لاني واكبتهم الكل. دونك هذه المهرجانات الصيفيه، التعاون الدولي اللي خلقته المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير، تعاون مع جمعيات في المانيا اللي دعمت العمل الثقافي في المنستير، جمعيات ثقافيه وعلى راسهم الاخت سماح بن سعد وتحيه ليها، وغيره وغيره وغيره، تعاون في فرنسا وجملاج مع برشا جمعيات في باريس في فرنسا موسيقية، خاصة وتكون يكون حاضر معنا الفنان محمود فريح بعد ويوضح ويحكي على دور المندوبية في خلق هالشركات هذه وفي دعمها هالشركات هذه. دونك المشاغل والانتظارات كانت واضحة ومحددة من طرف المندوبية، وفما أشغال فعلا صارت وفما أهداف فعلا أنجزت في المخطط نتاع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. هذه المشاريع المعلن عليها من قبل السيد رئيس الحكومة يوم غرة مارس 2019، وطبعا اللي أشرفت عليها المندوبية وكملتها معظمها، كملتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. دونك دور الثقافة اللي كانت مغلقة لسنوات تحلت وقت كان السيد مهدي معطلة مندوب للشؤون الثقافية. احنا شو نحبوا لهنا؟ احنا شو نحبوا؟ نحبوا ندزهم على المسؤول النظيف الصادق اللي قاعد يخدم على روحه، ولا نحبوا نعملوا ركيل بالبلاد ونعملوا خيبة أمل وإحباط للمثقفين وللجمعيات الثقافية ولكل القائمين على الشأن الثقافي؟ نقول لهم لا، كل ما يجيكم واحد نظيف ويدزكم القدام احنا نوخركم التالي. خلينا نفهموا شنو الهدف نتاع السلطة الحالية. يظهر لي الكلام اللي قلته ما فيش حاجة تغشش، يظهر لي كلام لوجيك، كلام منطقي،
فسروا لنا بالضبط شنو، علاش تمت اقالته او علاش تم التخلي عليه. دونك نمشي مباشره لاستقبال ضيفي وصديقي الفنان مراد باشا جانب المكنين، ايضا سوف يدلو بدلوه لانه مراد باشا قام بالعديد من العروض في ولايه المنستير، وتعامل في عديد المرات مع المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير ومع السيد المندوب شخصيا. دونك انت احكينا بكل موضوعيه مراد للناس اللي قاعده تتبع فينا توا، كيفاش تم التعامل بتاعك مع المندوبية؟ هل أنه فما تجاوب؟ هل أنه دعمتك المندوبية كفنان في الجهة معروف وعندك إشعاع والحمد لله؟ هل أنه عطينا كيفاش تم التعامل معها وكيفاش تقبلت القرار نتاع إقالته؟ شكرا يا أخويا سلامة، تحية ليك وكل المشاهدين اللي يشوفوا فينا. كما قلت أنا نبدأ من الكلام اللي قلته أنت، وتبارك الله أنت قلت كل شيء ظهر لي، وصحيح بار العلاقة اللي بينه صديقي ولد بلادي، خاطر فما برشا ناس تو كي تتفرج تقول لك يقول في الكلام هذا لأنه ولد بلادي من المكنين، ولا يقول لأنه صديق، صديق مهدي معطلة من منذ 20 سنة، من معناها ومن أكثر حتى من 20 سنة معناها أصدقاء، هذا ما منعش باش يكون المهدي معطلة، وأنت ريت يعني في نظر الناس الكل في نظر الجميع اللي هو شهادة وكفاءة عالية جدا في العمل اللي يقوم به، وأكبر دليل على ذلك اللي صار اليوم من خلال بعد ما سمعنا خبر الإقالة بتاعه. وإحنا نعرفوا أنه ديما كي تكون فما إقالة يكون فما شق أقل حاجة يعني 50% منه و 50%، إحنا لا لاحظناه، ينجم رأى الإنسان يختلف مع مسؤول نقوله، لكن اللي ريناه اليوم أغلبية الناس، أغلبية الفنانين، أغلبية المثقفين، أغلبية المجتمع المدني بكلهم ضد إقالة المهدي معطلة. وهذا علاش؟ لأنه المهدي معطلة عرف كيفاش يسير المندوبية، وعرف كيفاش يعطي حق الناس الكل كاية، من اللي يعرف واللي ما يعرفوش، لكل من يطرق باب المندوبية، وهذه شهادة نقولها ونعتز بها ويعرفها الناس الكل كاية، اللي يعطي قيمة الفنان يعني في المستير ورجع له الكرامة نتاعه. وشوف حاجة، الحمد لله العرض، حتى نتكلم باسمي كعرض التخميرة، عرض التخميرة الحمد لله خذي الإشعاع نتاعه يعني، وهذا شرف لي لاني نبدا في ولايتي، في ولايه المستير، ومن خلال المستير تعرف وهذه تحسب ليك ديجا بالطبيعه احنا كي نبداو في المستير. علاش خدمنا في المستير؟ لان الحمد لله قينا الابواب مفتوحه، قينا دور الثقافه، قينا الجمعيات، قينا المهرجانات، قينا السيد المندوب اللي هو حريص على الفنانين في الجهه، كنا نجموا احنا صارت لنا قبل في بعض التجارب يعني الفنيه اللي قمت بها، ساعات انت تبادر باش تعمل يعني حتى نشاط وتم اقصائك وليتم حاجه وكذا يعني سنوات قديمه وكذا وشنو، لكن احنا لقينا كان التجاوب من المهدي معطلة، هذا في جانب العروض. وبربي نحب نحكي على اون جيرال يعني على الفنان في المسير اون جيرال، مش كان على مراد باشا، احنا حتى كي نرجعوا تو نلقاو اي تظاهره ثقافيه واي مهرجان في الجهات الكل اعطي قيمه للفنان يعني في جهته هو، مثلا كان هو مثلا تظاهره في مدينه القصيبه يحب يشجع اولاد بلاد القصيبه، يتشجع يعطيهم عرض كالولاد البلاد هذوكم يعملوا عرض مع بعضهم ويقدموا في المهرجان، نمشيو مثلا لقصر هلال، نمشيو لطبلبه، نمشيو لكذا، اي مدينه طرافها كانت فماش عروض ثقافيه، بالحق كانت فماش عروض، الشباب تشجع لانه فتح لهم الابواب الكوليكية وفتح لهم المهرجانات، وهذا الدور كبير. كان نحبوا نحكيوا على المهرجانات، المستير كان في عدد قليل من المهرجانات، وكل مره يتنحى ما تنحى مهرجان لاسباب ماديه ولاسباب كذا يتنحى مهرجان، الحمد لله المهدي معطلة هون كريت في الفتره الاخيره كيفاش رجعت مهرجانات كانت ما تنشطش، رجعت الاصل نتاعها. اولا كي ترجع المهرجانات في اغلب مدن الولايه هذايا شي يخلي يعني المتفرج يلقى فضاء رحب باش يمارس الثقافه نتاعه وباش يتفرج، واثنين هذايا فضاء اخر قلت لك لانه باش يفتح ابواب اخرى وبيبان اخرى للفنانين باش يشاركوا في المهرجانات هذه، خاصه كما قلت لك المهدي معطلة قد ما يجيب فنانين من برا، قد ما يجيب فنانين من برا انه يشجع الفنان نتاع الجهه، لانه يحب يخرج من الجهه هذه المبدعين نتاعها، والمبدعين هذوما ظهر سواء في المسرح، سواء في السينما، سواء في الموسيقى، سواء في الشعر، وديرت تظاهرات ثقافيه. في فترة الكورونا وانت جبدت بكري على دوره في فترة الكورونا، فترة الكورونا احنا نعرفوا ان الفنانين وقتها قاعدين وممنوع التظاهرات، مندوبيات اخرين ما عملتش العمل هذا. المهدي معطلة قال لانه اولا المواطن باش النفسية نتاعو تبعد ماك المرض وتبعد كذا، عمل لهم عروض مباشرة باش حتى اللي يبقى في داره يتفرج على عرض حي، هذه الحاجة الأولى للمواطنين، وللفنانين أعطيه أغلب الفنانين أعطاهم عروض الواه باش يسقطوا منها، لأنه وقتها فترة صعيبة كانت تفكرش وما فماش مدخول للفنان. هذه
يحتسب للمهدي معطلة اللي الناس الكل اللي كي يخدمك. والمهدي معطلة راهو كي يعطي الفنان يبدا عنده عرض يعطي للفنانين الكل. اللهم عاد سمح لك الناس اللي ذيك اللي يتنبروا ويقول احنا ما عندناش هذا، انت مش ما عندكش عرض، انا مش يعطيك حاجه، مش انت تلموا بعضكم تقول يعني انا ما عندي هذه. فما ناس تنبروا تقولها، وفما ناس لا ما ماخذوش عروض. ايه الناس اللي ماخذتش عروض؟ لانه ما عندهمش عروض. المهدي معطلة عطيه لاصحاب المشاريع الفنيه الكل، لانه يامن بالمشروع الفني، لانه يامن بالفنان. وهذا في مستوى كما قلت لك يعني في مستوى الجمعيات، وبسيتي اني يعني رئيس جمعيه روافد للفن المسرحي الحمد لله، من عهد المرحوم مجدي عبرود المؤسس للجمعيه. ومجدي ما حب يعني معناها في تاسيسه للجمعيه هذه الا بتشجيع من المندوبيه الجهويه الثقافيه بالمستير، وانت تعرف يعني وفي المهدي يعني الخيال الكل في المندوبيه اعطاهم يعني باش يعاونوا معناها كيفاش مجدي في تاسيس الجمعيه. والحمد لله يا ربي في المكنين ولات عندنا جمعيه، والحمد لله ولات عندنا جمعيه وساهم بعروض، المندوبيه ساهمت بعروض وساهمت يعني يعني حتى بالفلوس. وبربك الناس كي تقول كي يبداو ايه مش من جيبه، نعرف مش من جيبه يعطي، لكن فما مندوبيات اخرين برا شوفوهم تلقاهم مخبين الفلوس، ما يصرفوش فيهم، يصرفوا فيهم على حاجات اخرى وما يصرفوش فيهم على نشاط ثقافي، نعرفوه مش من جيبه. لكن احنا مشكلتنا المسؤول الفاعل، المسؤول الفاعل اللي يرافق الناس هذيك تحب تنشط وما يخليهاش. احنا ضد الحاجات هذيك، احنا مهدي معطلة ما لقينا منه كان الخير، كان في مستوى الجمعيه. وكنت انا رئيس جمعيه مكنه للتراث الموسيقي، خدمنا برك الله تظاهرات ثقافيه برشا. وبربي نحب نحط علاقه مهدي معطلة بالفنانين العبد لله. انا عندي الطاوه نقولها، عندي 3 سنين مثلا ما خلصتش في عرض موسيقي وما نتكلمش، وغيري برشا مثلا مش من مندوبية من جمعيات اخرى، من جمعيات اخرى المندوبية من ساعات تعرف علاش؟ لان وزارة الشؤون الثقافية ما صبتش الفلوس للجمعيات هذه، ما صبت لهاش الفلوس. تعرف الفنانين تجي تخدم وتراوح في خاطر المهدي معطلة، لانه ربط علاقة ثقة وعلاقة رجلة وعلاقة جديمة بين الفنانين. شنو معناها؟ احنا في بلايص اخرى ساعات انت طاوة تهز التليفون تقول له عندك عرض مدع مدعوم، يقول لك لا اختاني من العروض المدعومه وهذه كذا. لا، احنا المهدي معطلة اللي يطلب اي فنان، وانا نعرف الشيء هذا ونعرف من زملائي في الجهه الكوليكيه، يطلب يقول له نعرف في المهدي ما دامك انت كلمتني نعرف فلوسي مضمونه بعد شهر بعد شهرين بعد 3. والله هذا سمعته واني معهم انا، هو يلصق في العروض مع الفنانين. فما وزاره الثقافه ما صبتش فلوس الجمعيات، معنى الجمعيات الثقافيه ما صبتلهاش الفلوس نتاعها الا وعدتها بها، اللي هي معناها ديون سابقه. وفما ناس ساكتة علاش؟ لأنها تحترم في المهدي معطلة وتحترم فك الناس نتاع الجمعية اللي يخدموا بقلبهم بربه ويعطي فيهم ثقة. شكون اللي بني العلاقة ما بين الفنان والجمعية الثقافية؟ شكون اللي بني العلاقة ما بين الفنان والزاد المندوب اللي يخدموا الغاد الكوليكية؟ ما هذا هو الدور نتاعو، الدور المندوب الجهوي الصحيح للثقافة، انه هو يدعم الشراكات الفعلية ما بين الفنان وما بين الجمعيات الثقافية. احنا ساعات معناها في يكلمك يهز تليفون ويقول لك برا اخدم، وطوبع تالي كجمعية اخدم ومثالش هاو طوبع معناها عنا كما قلنا لك تعرف انت الميزانية تتفكر في فترة محددة وتتحل، يقول له برا اخدم المهرجان بتاعك وطوبع تالي نفهم، والناس الكل كي تمشي تخدم، لانه بني ثقة ما بين الفنانين. هذا الكل ظهر لي اني مش نقول يحسب السيد مهدي معطلة. والحمد لله كما قلتها كما راهو عطيه المراد باشا عروض، كما عطيه للفنان الاخر عروض، كما عطيه حاجه برك عطيه للناس الفاعله، عطيه للناس اللي عندها الفن صحيح، عطيه للناس اللي عندها مشروع ثقافي صحيح، عطيه للناس اللي عندها مشاريع فنيه. واحنا ذاك علاش راهو تبارك الله مؤخرا في افتتاح يعني شهر في شهر اكتوبر في افتتاح الموسم الثقافي تبارك الله مدن ولايه المسير الكوليكيه يعني ممثلة واحتفلت يعني مهرجانات في كل مهرجانات رغم الظروف الجمهور جي بكثافة للمهرجانات لأنه متعطش، والفنانين الكل كي خدمت، الفنانين الكل خدمت كما قلت لك اللي عنده مشروع فني صحيح الناس الكل كي خدمت. وهذا معناها تجي وزارة الشؤون الثقافية تجي تنحي لك أنت مندوب جهوي للشؤون الثقافية وخصيت باهي خدام. بربي نحب نذكر بحاجة، مشيت اليوم اليوم الثقافة معناها في وزارة الشؤون الثقافية مع يوم الجهاد تقريبا، مش يوم الجهاد، في مقر وزارة الشؤون الثقافية مع محمد زين العابدين اجتماع جهوي، اجتماع جهوي. نحب نذكر بحاجة قالها محمد زين العابدين، ذلك هو وقتها ما كانش وزارة الثقافة، لا كان وزير الثقافة وقتها. ف
فما تقرير كما قدمته انت، فما تقرير مباشر تفرج عليه السيد الوالي، تفرج عليه مدير الديوان والسيد محمد العابدين وكامل الحاضرين والنواب التسعه حاضرين. وقت العباد تفاجات بالكم الهائل من الانشطه الثقافيه والنوعيه. اش حلات كلمه قالها محمد العابدين وقتها في منحه تعطيه للولايات، قال المستير عملت هذا الكل. هو يعرف راه محمد زين عابدين شو عملت المستير، لكن نحب صحيح القيمه بحضورك النواب الكل يشكر يقول له يا سي المهدي ربي يبارك فيك في العمل اللي تقوم فيه. قالوا راه انت الثاني يعني في تونس الكل، قالوا بعد تونس انت الثاني في عدد الانشطه وفي نوعيتها وفي, وفي, وفي النوعيه نتاعها. هذا راه التاريخ حكايه، راه ما نحكيوش على 20 عام التالي، نحكيو على عامين وثلاث سنين التالي معناها نحكيو راه ومازال معناها هذا. وكما قلت لك ورغم الكورونا وباقي قدمت الولايه وولايه المستير قدمت في الانشطه نتاعها، وكل مره تقدم وكل مره تظهر في الفنانين نتاعها. يوم الجهاد وشكون ينسى يوم الجهاد في المنستير اللي القيمه لها اشاده كبيره من الناس الكل كاين من سواء من المستير ولا من خارجها. الناس الكل كاين في مدينه الثقافه جات تتفرج على المستير، تنظيم محكم، عروض هائله، يعني هذا الكل هذا الكل كما قلت انت بعد هذا الكل كاين يجي يتم اقاله سيد المهدي معطلة. علاش ما نعرفوش الاسباب؟ على خاطر فما وشايه، على خاطر فما تقرير من فلان وفلان، معناها يحبوا يقولوا كلام اللي يجي ويحبوا يكذبوا على الناس. وهذه كانت هل انه الدوله تخدم بتقارير قانونيه وكذا بالمنطقه هذايا؟ فعلى الدوله السلام، لانه الناس الكل كي تعرف مهدي معطله. واخر كلمه نقولها، ادخلوا للفيسبوك وشوفوا المهدي معطله، يكفيه يعني شرف للناس اللي اللي يعني قالت فيه كل شبه اجماع شبه اجماع. فما مسؤولين خرجوا من الباب البراني نتاع الولايه ونتاع المندوبيات. اما الحمد لله هو معناها الناس الكوليكاي اليوم ما نظنش اني من لا شيء، معناها قالوا الكلام هذاك لانه يعرفوا طينه الراجل. وان شاء الله يا ربي معناها وزاره الثقافه تسمع الكلام هذا باش تعرف قيمه المثقفين وقيمه الرجال وقيمه الناس اللي تخدم في الثقافه، لانه مش باهي بعد ما الراجل يخدم خمس سنين ولا اكثر يتم يعني اقالته بالطريقه هذه اللي معناها ما عندها اهانه الجهه كامله. اهانه الجهه الكامله. أعطيك صحة الفنان مراد باشا، شكرا ليك. ضيفي زاد ثاني زميلي هو في إذاعة المنستير سابقا سي شوقي الحمادي، بما أنه كان مواكب للأنشطة الثقافية وديما نتقابلوا في مواكبتنا للأنشطة الثقافية. سي شوقي مرحبا بك ساعة. أستاذ يعطيك الصحة على هاللمة هذيا نتاع المثقفين نتاع المجتمع المدني وممثلين هذا بالطبيعة. هي الحقيقة إقالة أو تنحية للسيد مهدي معطلة كمندوب جهوي للثقافة بالطبيعة هي جت بشكل غريب ربما وبشكل مفاجئ نوعا ما، لأنه كي نشوفوا الكم الهائل نتاع الأنشطة والنوعية نتاعها والثراء نتاعها، وأكثر من هذاك راهو كي نشوفوا الثقافة ما عادش محتكرة على المركز على مستوى الولاية، فبالتالي دخل في أعماق الولاية. راهو كي يقولوا أعماق الولاية راهو تقلت على مستوى تقريبا 30 كيلومتر في علاقة في أعماق الولاية. راهو كانت مدن محرومة، راهو كانت في الصيف ما عندهمش حتى متنفس، لأنهم يلقوا رواحهم أمام تظاهرات وعروض. تظاهرات العروض هذه راهي ما تعطاتش ربما لسواد أعينهم الفنانين، لا، لأنهم عندهم الجودة نتاع الفنانين نتاع الإنتاجات الفنية، ثم كذلك لكل فيها حظ ولكل فيها أنها كما نقولوا عنده نصيب. هذه هي الكلمه، نصيب في الاستهلاك الثقافي. وبالتالي كان فما توزيع نتاع انشطه ثقافيه نقول بصوره عادله بدرجه كبيره برشا، لانه سبحان الله الانسان مش شمس باش يسرق على كل شيء، ولكن فما ناس كانت ابدت الرغبه نتاعها في انها تكون عندها انشطه ثقافيه، فانها تحيي من جديد العادات والانشطه الثقافيه نتاعها. فبالتالي كانت متنوعه على مستوى التعامل الاعلامي مع مندوبيه الثقافه بالضبط. وبالخصوص مع سيد المندوب الجهوي للثقافه سيد المهدي معطل، فانه كان التعامل ربما سلس كبير برشا، ناهيك وانه تم احداث مصلحه خاصه بالاعلام والاتصال في مندوبيه الثقافه. هذا كان نوعا ما اللي سهل معنا التعامل بالطبيعه مع التنسيق ديما مع سيد المندوب الجهوي مع مصلحة الإعلام والاتصال بمندوبية الثقافة، فإنه كذلك زاد حتى على مستوى وسائل التكنولوجيا الحديثة، فإنها الاستعمال بتاع الانستغرام وبالطبيعة الفيسبوك والصفحة الرسمية عبر التواصل الاجتماعي الفيسبوك اللي كانت خلت على الأقل الإعلاميين ينجموا تولي عندهم سهولة القرب وسهولة كذلك يعني أخذ المعلومة بالطبيعة من مصدرها وفي في وفي إبانها. وبالتالي زاد التنوع نتاع الأنشطة. الحقيقة سي المهدي معطلة صعبها علينا برشا،
معناتها نجم تلقى في نفس الوقت في القناة عندك نشاط في تبلبة عندك نشاط لانه يعني احنا شوف احنا كي نشوفوا مثلا فما مدن ما كانتش عندها مهرجانات او مهرجانات كانت عندها رقدة حتى 20 عام ورجعت المهرجانات رجعت بامكانيات ربما هي بسيطة ولكن هي كانت على الاقل فما الدافع معنوي باش على الاقل تنجم فما جمعيات ثقافية كانت عندها اشكاليات ادارية بمعنى وانهم هما اعضاء الهيئة المديرة ما كانوش متفاهمين في بعضهم فاسي مهدي معطلة كان حطهم على الطاولة وخرجوا بقرار وانه يلزم الجمعية هذيك ترجع تنشط ويلقاو حل اداري باش عملوا جلسة عامة انتخابية ومشات الناس الكل كي فرحانة اللي كان غاضب رضي هو اللي معناها رضي مشي فرحان لانه زاد هو عطاها كل الدافع المعنى والكتبوس وعطاها العروض وشنو حاجتك انت عارف خذ زوز حاجتك بنهار اعمل نهارين ما تخممش في الامور الماديه انك باش تربح لانه الغايه نتاعو ماهيش ربحيه هو الغايه نتاعو الثقافيه هو الغايه نتاعو انه يوصل الثقافه للناس هيجا هو عنده الثقافه وراهو كيف كما كنتوا تحكيوا منذ قليل وكما هو معناه مصرح به من طرف وزارة الثقافة سلطة الإشراف وأنك توصل ولاية المنستير على مستوى التنوع بالضبط. والكثرة متاع الأنشطة الثقافية تحت المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية التونسية لمن سنوات معناه وراء بعضهم بعد مندوبية الثقافة متاع تونس العاصمة وما أدراك وتبقى محافظة على المرتبة الوصيف معناها كما يقولوا بلغة الرياضة المرتبة الثانية يعني ديما عندك ميدالية فضية أكثر منها على مستوى الأنشطة على مستوى المكاسب شوف راه سيد مهدي ما طلع وقت الخدمه مندوبيه الثقافه ارفع شويه بالتاريخ كيفاش خداها مندوبيه الثقافه خداها وهي في شكل منهاره تماما صحيح تعطلت تقريبا جميع الانشطه لعده اشهر صحيح لان وقتها كانت وضعيه اداريه قاتمه جدا وبالتالي سيد مهدي ما طلع باش بانه بحسن علاقاته مع الجميع وبحسن درايته بخبايا وامور المندوبيه لانه هو كان فيها رئيس مصلحه باعتبار وبالتالي تم ترقيته لصفه المندوب الجهوي لانه وقتها سلطه الاشراف رات فيه الكفاءه باش يعيد الاستقرار ويضمن الاستقرار لمندوبيه الثقافه في المنسير وما ادراك راهو يقولوا مندوبيه المنسير وما ادراك راهو فما اسماء نتاع المندوبيين نتاع ناس اسست لثقافه سيد محمد صالح العتيل ربي يبارك له وربي يطول في عمره معناها راهو كيما نقولها حتى نوات نتاع انشطه ثقافيه وجاي سي مهدي راهو ما فسخش لا ما فسخش بل هو بنيه هو بنيه وزاد دعم المكاسب هذيك راهو اذا كان انسان يوصل مسؤول يعمل لك استقرار تام تقريبا في مندوبيه الثقافه وفي في مستير تعرف معناها مدن كبيره مدن قرب لبعضها تعرفوا فما تنافس كبير برشا بين مدن تستهلك ثقافه مكنين قصر هلال الساحلين سيدي عامر حتى مدن معناها ذات الطابع الريفي معناها الرياف التابعه لمعتمديه المكنين او جمال او طبلبه او البقاطه راه مدن راهم ناس طبعا مثقفين راهم ناس كبار اي كان عندنا اشعاع نتاع نخبه في بدايه المنسيه فبالتالي كما نقولوا معناها حتى على مستوى كما قلنا التعامل الاعلامي سي مهدي معتدى راه ما يبقاش يستنى حتى يطلبوا الاعلامي باش ياخذ من عنده المعلومه هو يهز التليفون صحيح. ويعطيه صحيح يبعث له ليزافيش كان يكلمنا راهو عندنا وعندنا صحيح وكان فما حتى تنسيق على مستوى الولايه حتى بعد لانه احنا الحقيقه كيف ولات عندنا صعوبه نتاع التغطيه لانه كثره الانشطه وفرض وقت ولا هو في معناها من خلال التنسيق مع مختلف الفاعلين الثقافيين والجمعيات نتاع المجتمع المدني ودور الثقافه وغيره نتاع الناس اللي قاعده تنشط فانه على الاقل عمل موازنه اللي كونه الانشطه ما تصيرش في نفس الوقت باش نجم تلقى الحظوه والتغطيه الاعلاميه نتاعها لانه تلقى التغطيه الاعلاميه راه تلقى فما رواج لمجهود مبذول من طرفك الناس هكومه باش يوصلوا وشنو انجو وشنو خدمه بالضبط فهمت بالضبط عكس فما شكون واخو مؤسسه ثقافيه وياخو في ملايين وما عملش ولا ربع انتاج في الجهه ما تمتش محاسبته ربما ذاك اقوى من القانون ربما ذاك هو من الاسباب ربما المباشره ولا غير المباشره في القرار الارتجالي اللي تم اتخاذه من طرف سلطه الاشراف انا نستناو في توضيح من سلطة الإشراف علاش لأنه تساؤلات اللي طرحناها راي ما طرحتهاش أني على لساني برك هي اللي كنت نقول فيه في المقدمة راهو تساؤلات مشروعة لأهل الجهة الكل أهالي الجهة الكل
دونك الناس كل ولا تحكي توا في السياسه وتفهم في السياسه ويقول لك علاش وما قلتونا نحبوا المسؤولين النظاف هاو نظيف علاش نحيتوه هاي الميزانيه مريقله نتاع عمني ولا علاش نحيتوه هاو فما انشطه هاو خدام اسكو باش تنحيوا الخدام ولا باش تعاونوا الخدام هذه اسئله طرحها الشارع بصفه عامه والحقيقه كما قلت شبه اجماع كي نحل فيسبوك ونشوف لاكاي الناس كل معناها اهل القطاع الكل وحتى لو مش من اهل القطاع حتى المتابعين الشان الثقافي اللي يحضروا في نوادي المسرح في نوادي الادب في نوادي الموسيقى في المركب الثقافي الناس كلها تسالت علاش نحيتوه المندوب هذا بالذات معناها علاش بعد المجهود الجبار هذا اللي قامت به المندوبيه في عهدته علاش تم تنحيته وحبوا يفهموا باش يقول لك احنا حابين على التشبيك هنا خلينا نقولها يقول لي مش عزوز مهدي ما طلع معناها كان باش نحكيو حتى على شباب ولا مش شباب هي سلطه الاشراف راهو في بالي معناها عمره في اول الاربعينات معناها مازال بصحته شادد روحه ينجم يأدي وينجم يتحول من بلاصه لبلاصه ومن مؤسسه ثقافيه لمؤسسه ثقافيه اخرى كنا على مستوى مثلا الفتره اللي قضاها يقول لي فما مندوب عنده 20 عام مندوب ثقافه وما تنحاش في التحويل ما شفناش التحويل هذا مع احترامنا ليه ما عنديش حتى اشكال معاه دونك فما مندوب جاء للشؤون الثقافيه 20 عام اكثر من 20 عام مندوب ومازال وخليته السيدة الوزيرة دونك كان باش نحكيو حتى على فاست الباستاسيون ونبدلو وروح جديدة وذخر روح جديدة مهدي مطلع ما عندوش 5 سنين دونك هنا نحبوا نفهموا شنو اللوجيك دي شوز علاش تم اتخاذ القرار هذا وهذا يظهر لي في اطار سياسه القرب مع المواطن وفي اطار ما قلتوا عاد بعد 25 جويليا المواطن هو الكل والكلمه كلمه الشعب يظهر لي هذوما مجتمع مدني اعلام رؤساء جمعيات فنانين مثل باش تسمعوهم توا تقريبا دكاتره واكاديميين وانا باش نستقبلوهم كيف كيف توا يظهر لي هذا المجتمع المدني يظهر لي هذا عمق الشارع يا سلطة الإشراف هذا عمق الشارع وذوما أهل الاختصاص وأهل مكة أدرى بشعابها ظهر لي شفتوا توا زوز آراء أنا باش نشوفوا آراء أخرى نمشي مباشرة للدكتور محمد المذيوب مرحبا بك سي محمد فنان محمد المذيوب والدكتور محمد المذيوب مشكور على نحوالك سي محمد الحمد لله عايشك بركة فيك ساعة قبل كل شيء عايشك الله يرحمه ونعم سي محمد كيفاش تلاقيت ساعة الخبر نتاع إقالة المندوب وهل أنه كان متوقع بالنسبة لك أنت وبالنسبة لأهل الموسيقى في المنسق؟ والله صراحة مستغرب من الإقالة لأنه نهار الأحد عملنا جلسة العامة نتاع الانتخابية نتاع الجمعية نتاعنا احنا كل عامين نعملوا نتاع جمعية الموسيقى نتاعنا واستدعينا السيد المندوب وكان حاضر ضمنا ومعناتها أشرف هو على المؤتمر قعد معنا وبعد ثم يعني صراحة تلقيت الإقالة بتاعه أنا كنت نتصور ممكن تغييره أما كإقالة يعني استغربنا صراحة معناتها رجل خدمنا معاه 3 سنوات هذوما 4 سنوات وكان معناتها صراحة يعني يحب الثقافة ويحب المثقفين كيف كيف إذا كان يؤمن بالعمل الجمعياتي والعمل الموسيقي وخاصة نحن كما تعرفوا كجمعية موسيقية عملنا في عهده وقت اللي هو زاد معناتها مندوب تلت 4 سنوات عملنا زوز مهرجان الموسيقى الأندلسية ومعناتها كان هو الحق يدعمنا ماديا ومعنويا وكان معناتها خير ديما يعاوننا في الجانب هذا إلى جانب كيف كان زاد يعطينا شوية عروض كان كيف نمشيو نقولوا له نحبوا ناخذ عروض يدعمنا سواء كان في المونستير أو خارج المونستير كيف زاد وقعت لنا حادثة اللي باش يعرفوا وزارة الثقافة قداش معناتها فيها شيء صعيب في 2018 في عهد الوزير السابق سي محمد زين عابدين عطاونا مشيه للجزائر باش نمثلوا المستير باش نمثل الجزائر في غادي في الجي معناتها باش نمثل الموسيقى التقليديه والمالوفه عطاونا مشيه تابعه للوزاره ما رانا قبل بنهار تتنحى الفرقه معناتها نجيو نشوفوا في الجزائر نلقاو افيش نتاع ناس اخرين تنحى كي مشينا ننزلوا قبل بنهار ولا بنهارين قالوا لنا راهو انتم خاطيكم وقت اللي هو الوزير مصحح في جمعية الشباب الموسيقى والمدير بتاع المصلحة اللي هو الدكتور فاخر حكيمة مصحح اللي احنا باش نمشيو بقدرة قادر تتنحانا المشية ولولا صراحة لولا معناتها الفتنة بتاع أولادنا وكثرة ثانيا مع المندوب كلمنا السيد المندوب ومشينا اتصلنا وما قصرش معناتها حبيت نوريكم كيفاش كان يتعامل رغم العراقيل واتصل بالسيد الوزير وقالوا كذا ووقعت فيها هذه حاله كبيره معناتها فما معناتها برشا حوايج اللي داخله بعضها في يعني الوزير يصح على هما يعطيه حوايج اخرى وتحل فيها تحقيق كبير معناتها الحق كان سيد المندوب هو شفتوا معاد جمعيه الشباب خدمتوا برشا سي محمد لازم يضربوكم لازم يضربوكم لازم يعرقلوكم لازم يقول لك معناتها كيف ينحي لك معناتها الانبساط الاشعاع نتاع فرقه الشباب الوزير مصحح هو المسؤول على الموسيقى مصحح ولقينا رواحنا في البر
لولا سيد مندوب الحق هو اللي اتصل بالوزير وبعد الدخل باش في 24 ساعة ومشيت الفرقة نتاع فرقة هذه عيب. وكما قلت لك يعني الحق ما لمسنا منه سيد المندوب طيلة الأربع سنوات سواء في المهرجان الموسيقى الأندلسي اللي كان معناته يتكلف علينا برشا وكان دائما بالدعم وبالشراكة وكان هو يشجعنا باش نجيبوا الفرق من الخارج من الجزائر برشا فرق جبنا بالمغرب عندنا تماما بطبيعة الحال الجمعية كان دائما سيد المندوب حق سمادي وكان يدعم كيف كيف زاد يتصل ببعض المندوبين الاخرين باش يعطيونا عروض الحق مشكور هذا كان معناتها نشكروا لمزيد الاشعاع خارج الولايه كيف كيف زاد اعطانا زاد كنا نخدموا زاد وخذينا العروض الحق كجمعية معناتها مشطنا في الجانب المستير وخارج المستير وكيف كيف شرفنا المستير وكان يدعمنا هو في كل المجالات صراحة وكان معناتها والجانب الثقافي تحس به مثلا نقري في سوسة في معهد عالي بيت حال سوسة ونحكي مع الأصدقاء فكل الكورونا اللي تعدات والعروض صراحة يقولوا لي اللي المستير اللي يشوفوا العروض اللي تقامت في المستير عمرها لا صارت مثلا في أو في ولاية مجاورة معناتها قلت لهم راهو انا اتصور معناتها ممكن الامكانيات او صحيح الامكانيات تتوفر لكن هو لاحظوا للمندوب المندوب عنده علاقه صراحه اخويه بجميع الجمعيات وكان يدعم الناس كل هذه نقطه قوه بالحق لاحظوها الناس كل صحيح مالينا منه كان الدعم ويعطي الناس كل حسب ما شفنا معناتها كما قلت في العروض هذيك ما فماش كون في ولايه المنستير ما خداش عارف يعني سواء كان جمعيه او فرقه يعني حب ينشط المدينه كما قال كنت نسمع معناتها الاعلام وكذا على بعد 30 كيلومتر معناتها برشا مدن اللي ما كانتش اصلا تقام فيها مهرجانات وتقام فيها مهرجانات يعني معناتها ما رعنا الا وقاع ايقاف وانا كنت نتصور معناتها كي باقي المندوبين تحوير عادي التحوير عادي معناتها هذا اللي توقعني لكن معناتها ما رعنا معناتها انا كموسيقي وكرئيس جمعيه الشباب معناتها مستقيم اللي قال هذه كان تنجم تكون مثلا نقله من مستير تمشي يمشي والاسوسه يمشي وبنزر تمشي كما كذا يعني صفاقس معناتها نتصور هذيك امور عاديه لان الوزاره كذا لكن ما رعنا الا على التحويرات الكل يقال معناتها مندوب المنستير معناتها هذه الغريبه احنا معناتها ماناش ضد مثلا باش يجي ربي يعينه واحنا اي لا احنا ماناش ضد حتى حد ما فقط حبينا كلمه حق كلمه حق واستغراب لكن احنا مستغربين من معناتها كيفاش مندوب نتاع فقاه نتاع يقع ايقاف وقت اللي احنا في ولايه المستير او نحكي على جمعيتي انا او ممكن اللي نعرفهم الجمعيات كل مكنين وغير مكنين كانت الناس كل تاخذ في عروض فماش كل ما خذاش في عرض حتى كنت تاني نستغرب ونقول والله غير عادي يعني فما بعض الفرق معناتها ماهيش ناشطه جدا في الحقل الثقافي ونلقاهم ياخذوا في عروض لا لي شيء لانه السمادي كان يحب يرضي الناس كل وكان يحب يعطي وكان يحب يجمع الفنانين ويحب يجمع الموسيقيين الى جانب التدعيم بطبيعه الحال الجمعيات بالشراكه واخلافه وان شاء الله يعطيك الصحه سي محمد دكتور محمد مديوب شكرا هذا راي اخر وصوت اخر على السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه نستقبلوا تو معنا ايضا الفنان عبد الودود بوزقرو ورئيس فرقه بالمنستير كان حاضر معنا في عديد المرات في برنامج سون ليميت مرحبا بك عبد الودود صديقي يعيشك شكرا يعيشك يعيشك ديما ما باش نقولوا كلمه الحق يعني. بالضبط يعني لك علاش ديجا انا كي كلمتهم الناس جات وحدها فرحانه وقالوا لا ونقولوا كلمه الحق به سي عبد الودود انت قاعده تتبع بالطبيعه بما انك تخدم في الحقل الثقافي تتسمى بما انك عندك فرقه بما انك تغني بما انك فنان معروف في المنستير دونك كيفاش تقبلت وتلقيت القرار نتاع اقالته وشنو هي نظرتك على مندوب الشؤون الثقافيه بالمنستير مهدي معطل؟ والله تقبلت باستغراب كبير وتفاجات الحقيقه خاطر سي مهدي من اكثر الناس اللي صدره رحب وداعم للمشاريع الثقافيه بكل صدق تحسه معناها تحكي مع الثقافه تحسه بكل صدق انا هنا باش نعطيكم بسطه مثال انا من الحقيقه معنا جون في العمل الثقافي ما تعاملتش مع برشا مندوبين نسمع على سي محمد صالح العتيل صحيح اما وتات انه حضرنا دوسي وخدمنا برودوي مزيان وعندنا فكره فرقه ابراز طاقات شبابيه يعني عندنا برشا جون في المسير في المجال الصوفي هزيناه المندوب اللي جاي بعد سي محمد صالح العتيل بصراحه مش عن شخص مندوب ما عرفش انا فكره قلنا لهم هزينا له الدوسي قلنا له شوف الدوسي نتاعنا وتفرج على السي دي وقيمنا باللي تشوف فيه ما تسمعش علينا
ما رانا الا معنا كاين ما دقيناش الابواب واحد بينما سي مهدي كي جيناه هو ساعة هو طارق الابواب وهو قاعد يبربش ويشوف شنو المشاريع الجديده وشنو الافكار الجديده في البلاد شكون اللي قاعد يخدم وشكون اللي ما قاعدش. لاحظت الرافي برشا معناها في كل فما تظاهر في مستير سي مهدي يكون حاضر. شافنا وزينا له دوسيي شاف السي دي وقيمنا واعطانا عروض مشكور واعطانا حتى مهرجانات كما قال خويا سي مراد باشا قال معناها فما مهرجانات مغموره الى تعاود الحياه فهمت وتخدم عليها ودعمنا الحقيقه وامن فكرتنا وما شاء الله ماشي معاه الامور بالباهي بالباهي ما استغربنا كما نسكن. هذا صوت اخر ايضا من المجتمع المدني بالمنستير ومن فناني المنستير. شكرا لك يعطيك الصحه يعطيك الصحه وبارك الله فيك على قول كلمه الحق. نمشي ايضا نستضيف صوت اخر عاد اشهر من نار على علم بالمنستير وبولايه المنستير صديقي كيف اخويا سي محمود صالح. مرحبا بك. مرحبا سلام. هو حاليا رئيس جمعيه الكره الحديديه بالمنستير وايضا اشتغل بالحقل الثقافي وانشط في عديد الجمعيات اللي عندها بعد تنموي او بعد ثقافي في المنستير وواكب ايضا انشطه ثقافيه وخدمت في جمعيه سيانه المدينه دونك اشرف على انشطه وقام بانشطه وحده كنت حاضر معك محمود اقمنا بعضنا عديد الانشطه الثقافيه قبل من خلال جمعيه سيانه المدينه مثلا وغيرها دونك محمود ساعه قبل كل شيء نفس السؤال سالته الجماعه كيفاش تلقيت الخبر نتاع اقاله سيد مهدي مطلع وانت تعرفه اون بيرسون وتعاملت معاه في عديد المرات اكيد جيت الكون تقلقنا ياسر وخايفين على بلادنا توا على ملايات المستير خاصه الناس اللي خدمت والناس اللي قاعده تعمل في مجهود وقاعده تعمل في معناتها قاعده تخدم غدوه اسكو الناس هذوما باش يتحملوا مسؤوليات ولا حسب رايي معناتها صعيب يعني توا كل مسؤول باش يجي المستير باش يبدا خايف شاد باب وشته واذا نذكروا احنا شنو 5 سنين او 6 سنين الماضي معناتها كيفاش كانت الاداره معناتها نحكي في المندوبيه تاع الثقافه كيفاش خليناها في ظروف ماشية منهاره شبه منهاره اي وعرق ومشاكل وهذاك يشكي بفلان وهذاك جا سي مهدي على لينات كونه الاداره تبدلت كومبليتمون جمع صحيح حتى الناس كل في الطاوله الناس كل جايه ولات تخدم الناس كل جايه ولات تعمل في مجهود صحيح ولا هذا ينافس في الاخر يلوش باش يعمل اي صحيح هذا فيما يخص الاداره فيما يخص كناشط في المجتمع المدني ونتبع في المشهد الثقافي معناتها في مش في ولايتي برك ولايه المستير في سوسه في المهديه لدينا كونه مستير صراحه معناتها المشهد الثقافي في المستير بعيد على الاخر صحيح يحتذى به ديجا قالتها الوزاره بيدا هي احنا ما نحبوش نقولوا يحتذى به برك احنا ناس تنقل علينا اذا نحكيو على في البريود نتاع الكورونا براتيكمون معناتها المبادرات اللي صارت في كل الوقت هذاك من فيما يخص النوافذ ذاك النوافذ الفنون ناس تبعت علينا صحيح هي واني حاضر كوني هذايا معناتها الانستيتيف هذيا معناتها خذاها سيماتي كيف في وقت الكورونا معناتها بما اني تعرفني معناتها نشط في الكشافه وفي الكاء كل حاجه طلبناها والبريود هذيك الناس كل كيف في زياره صحيح نلقاو سيماتي بجنبنا والاكثر من هكا الو بربي فلان جيب الو بربي فلان جيب وانت حاضر ظهر لي معناتها على صحيح يعني وقت اللي بيدها الكليه معناتها نتاع المهندسين وقتها في كل الانيشيتيف اللي عملوها وكل كي معناتها اون باراليل فما شكون من المجتمع المدني يتحرك وكلمنا سي مهدي رحنا حشتنا بالكومبرسور الفلاني كلم صاحبه قال له رحنا حشتنا فيما يخص اول ما جا سي مهدي فما حاجه بالحق معناتها حبيت نحكي عليها المركزية الثقافية بالولاية صدقني الكلمة دي معناتها ممكن الناس كل كاس تستغرب سامع فيش تحكي 30 كيلومتر تلقى معناتها عرض وعرض زاد يوزن فهمت نحكيو على جمال مثلا في وقت ما فهمت نحكيو على في مكنيز غير المهرجانات اللي عاودت التحيات وهذه هي اش معناتها نسمي فتسخش الخدمه نتاع غيره. صحيح. امتداد. يخدم امتداد ويكمل يخدم
وعندك الروح المبادرة وبليتو هو في عمرنا معناها معناتها هو أصغر منكم يعني دعمكم انتم اي تحس تحس السيد لاباج كي جيت تحكي معه على انيسيتيف انت هكا او زيد هذه مي كان تعمل هذه حكم هو ولد الثقافه وزي نحكي في فتره ما في جمعيه سانت مدينة وتذكر انت صحيح الانيسيتيف اللي حاولت هكا باش العلاقات مع المؤسسات الاخرى اللي كنت نحكي عليها معناتها اليوم التريو معناتها اللي يزمو يخدم الإدارة من جهة المجتمع المدني من جهة وكل قولوا احنا البريفي لو كنت الخاص هز التليفون فلان والله كنت عامل مزية فماشي فلان نجمش تعاون في كل حكاية في الحاجة التريو هذي اللي يخدم المثلث هذي اللي يخدم صراحة هو اللي خلى المستير عندها كل حاجة جديدة على الجمعية اللي كانت بيدها فما المشاكل من بيناتها قاعدة مع الطاولة واني كما تعرفني موجود فيها في ثلاثة جمعيات حتى أكثر فهمت هذا بالحق لا وتحية لك والله معناتها خط معناتها بالحق تتفاجأ من الراجل كيفاش بكل هدوم تاعه وكل اللي يجمع كل الناس كل كي معناتها والناس كل تخرج فرحانة أكيد جدا هو يؤمن بالعمل الجماعي وهذا علاش خلى ثقة العباد كوليكا معناتها ثقة المجتمع المدني كوليكا معناتها قوية فيه هاك حتى رياكسيون شفناها البارح من البارح لليوم شفنا رياكسيون على الفيسبوك بالضبط خاطر هو بيد ولد معناتها جمعيات شنو حبيت نقول آخر معناتها صراحة معناتها الناس اللي تخدم والله هذيك هو هذيك هي هذيك مشكلة شيء يوجع هذيك مشكلتنا هذيك مشكلتنا إلا يخدم ياكل على راسه في بلاصة ما نكرموه وشنو توا يستنى فينا والله ما كل احترامي مازلت ما نعرفش حتى شكون المندوب الجديد إن شاء الله يا ربي معناتها يكون يحاول ينشط زاد معناتها ويخدم معناتها يخدم القطاع معناتها وكل كي ولكن احنا خايفين نرجعوا للحكاية هذيك كل مازال له عامين على الريتريت عنده ولده باش يقري هوني ولا بنته باش يقري هوني ويجيك مندوب هذا هو اللي تعودنا عليه موجود احنا. موجود 20 سنه تالي فهمت صحيح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يعاونوا معناتها المندوب الجديد والله صدقني مازلت ما نعرفش حتى شكون معناتها المندوب الجديد سي شكري تليلي سي شكري تليلي ان شاء الله ربي يعاونوا سي شكري هذا اللي نتاع بنزرت كان مندوب في بنزرت ان شاء الله ربي يعاونوا ايضا كان يشتغل بالمندوبيه فقط يقبل بالمناسبه معناتها مرحبا به اما احنا معناتها هاك تشوف معناتها الناس اللي تخدم في الاخر احنا على الاقل كلمه حق باش الناس كل اي مسؤول يقرر باش يخدم مستقبلا في مندوبيه المنستير مش كان في المندوبيه الثقافه او في اي بوست في المستير اي بوست جهوي يعرف روحه علاش قادم معناها هذه رساله وصلتها الدوله لكل مسؤول نظيف وناوي يخدم ويعطي ما عنده في جهه المنستير راك نجم تخرج بالطريقه هذه في الاخر على الاقل رساله سيئه احنا ان شاء الله معناتها ما نخرجوش بالطريقه هذيك ان شاء الله لا هو خرج مكرم وداير داير توا داير توا الشهادات اللي قاعد ناخذها من اهل القطاع ومن اعلام ومن ناس مواكبه ومن فنانين يظهر لي خير دليل على الخدمه نتاع مهدي معطله وعلى صورته وعلى كيفيه تعامله مع الناس كل معناها في الجهه دونك هذه يظهر لي تكريم وحده اقوى من تكريم تاع وزاره الثقافه واقوى من تكريم تاع الدوله لانه محبه الناس لا تشترى بثمنها. احنا كمجتمع مدني معناتها نكرموا السيد هذايا كل انسان يخدم في المستير باش نعطيو ليماج على الاقل الا فما دعم لكل مسؤول نظيف يحب يلتقي بالجهه ويخدم. بالضبط. دونك هذه ازدا كيف شهاده اخرى شكرا لك سي محمود صالح. نمشيو مباشره لاستقبال ضيفي سي فهمي لوسيف رئيس جمعيه نادي التعارف بالمنستير. بالمبنين عفوا مرحبا بك يعني من مختلف المعتمديات ومن كل الجهه تقريبا ممثلين الناس اللي دعموا السيد مهدي معطله والناس اللي كيف تلقات باستغراب الخبر نتاع اقالته باهي فهمي نحبوا كيف رايك نفس السؤال تقريبا نسالته لجل ضيوفي كيفاش تلقيت الخبر نتاع اقالته علاش في اعتقادك تمت اقالته وكيفاش كان تعامله معكم كمجتمع مدني وكجمعيات مرحبا بك وشكرا على الاستضافه. عايشك. والله كما قال الاخوي الكل تفاجات امس تفاجات بالطريقه اللي خرج بها السي المهدي
من طرف السلطة المشرفة الإقالة. رانا اش نعرفوا احنا المسؤول راه مش يقعد على طول في المنصب هكا، شي يجي نهار وشي يتبدل ولا كذا. كنا نتصوروا حتى ما راش تصير تحوير ولا كذا، كناش نتصوروا يا شي يشد منصب ما اكثر ويا يا شي يمشي مندوبية اخرى، اما باش تصير اقالة بالحق كنا غير واحد من الناس متفاجئ حتىش اليوم هذا مش مصدق علاش. ونجم نكون زاد بعد ذلك كيف رجعت روحي لقيت حاجه سهله ما دامنا في تونس، معناها الحاجه سهله تلقاه المسؤول المضيف ولا يخدم ولا كذا عادي، ينجم يصير اقاله، ينجم كما نقول واحد بلغتنا احنا ينجم ينفيوه زاد، والمسؤول تلقاه عنده وعامل وكذا وكذا، الناس نقوا في مناصب اخرى. وهذا دليل لا هذا صحيح والناس كل تعرف والشعب التونسي كل شيء، وخاصه في ولايه المستير وديما راني نضمر حتى معناها حتى اصدقائي واصحابي يشوفوني في فيسبوك يقول لي ياسر تحكي وياسر يدير شنو وياسر ديما تشك المسؤولين، هذا الواقع نتاعنا وخاصه نحن في ولايه المستير. شنو عندنا المسؤولين في ولايه المستير؟ بالعكس شنو عندنا المسؤولين اللي يخدموا في ولايه المستير؟ كما تذكر بكري انت ولايه طبعا عندها قداش من غير ولي ولايه، نجي نشوفوا عندنا مندوب تاع التربية، عندنا مندوب تاع الشباب والرياضة، عندنا مندوب وعندنا عندنا عندنا ما بالحق ما معناها نجيو للناس اللي تخدم برسك غايبين، نجيو المندوب معناها تاع الثقافة نسير راه وضع بغض النظر معناها كولد بلاد وشنو معناها انسان مخلي البصمة نتاعو في جهة كاملة وين تمشي. والله نتفاجئ اني يعني ما نمشي لبني حسان، نمشي لتوزر، نمشي لاي بقعه، نمشي لبقارطة، نمشي العميره، نمشي كذا، فين نجمع الشأن الثقافي يجبدوا له على سي المهدي. معناها هذا دليل علاش؟ دليل على الانسان معناها كفى يخدم على روحه. وين جمعيه النادي تعرف معناها مازلت كي شدات عندك كذا شهور الرئيس، معناها تصور انت مندوب بتاع ثقافه مدوبة شديت الرئاسة بتاع الجمعية، هز التليفون وناني ومبروك عليك الجمعية وتستحق أي حاجة تفضل. ريمي ثالثي تصور أنت مندوب هز التليفون رئيس جمعية، معناها شوف قداش عندنا من جمعية في المستير، معناها يخلي حتى شيء للصدفة. كنت قبل معناها عضو في جمعية مكنة للتراث الموسيقي، شرفت على قداش من مهرجان، معناها كنت نوع في أي حاجة نزل تليفون سيد المندوب راه كذا وكذا، كنت تفضل اجي المندوبيه نحلوا الاشكال. كنت عضو في مهرجان سيد مبكر، بالمناسبه هذا المهرجان معناها كان راقد في المقنين، كان راقد المهرجان كان عباره اندثر، رجع هو معناها قاعد الجميع الاطراف على الطاوله ورجع الاشعاع تاعو المهرجان. وكان معناها عندنا برنامج كهيئه قبل معناها باش يولي مهرجان معناها دولي، وكان مش يساعدنا معناها من بعد نجيو الواحد من القيم يقول ان شاء الله معناها صوت الاشراف. وفما ياسر حديث الواحد ما يحبش يحكيه معناها مباشر يحتفظ به ان شاء الله للتاريخ، للتاريخ راهو معناها نقول الحاجه برا لسيد الوزيره راهو رجع فما ياسر حوايج لازم ترجعها، وراني معناها فما حوايج الواحد ديزيكو يسمع فيهم لازم ترجعها، وراهي التعيينات ابسط حاجه شقولها نعرفش تعرضوا له الخيان ولا كيفاش حكمت على المندوب وقلته وانت ولات مسير ما زرتهاش. والله نقطة ما جاتش البالي هذه هي بالحق تساؤل مشروع معناها عندي توا فوق العشر ايام وين نقلب على بالمايل وكلمتها بالتليفون مش نقابلها 15 دقيقة لتفسير عن وضعية كارثية في المسير، سرطان مسيطر في الحياة الثقافية، وكل مرة معناها السكرتير نتاعها هنا جايين فيا 4 ساعة باش يكلموك هاو درج هاو كذا هاو جايين السرطان باش تحكي معنا تو انت يا عمر بعد فهمني راهو هاك علاش نقول العمل هاك علاش نقول العمل راهو العمل والتقرير راهو سيرة الراه مش راه المكاتب راهو مش بالتليفون وبالتقرير، ينجم يكون التقرير مزيف، ينجم يكون معناها من عباد معناها عندها معناها حقد عندها معناها الاشاعات راه التقرير كتابه سيره الراي انت تابع الولايات المستير وتشوف المندوب فاش يخدم وتشوف المسؤولين فاش يخدم وتشوف ديار الثقافه كيف تحكم وقتها كان هبطت وشفت وحكمت وقيمت والله نقول لك وقتها عندك الحق. اما انت مادام وراء المكاتب وتجي معناها بتقارير
ولا باشاعات وكذا تكون باقاله المندوب معناها ما بيجيش شركه دوليه من الدوله ما تدارش بالطريقه هذه. شكرا يعطيك الصحه سي فادي نسيف، شكرا على كلمه الحق. ايضا نمشي مباشره لاستقبال ضيف اللي ان شاء الله ما يشنحيش الليله معنا، صديقنا اخونا سي عمر بسباس، رئيس الجمعيه الاروم المتوسطيه للثقافه والترفيه بالمنستير، اللي بالمناسبه ديما نحيوه لانه اللوكال هذايا دعا الجمعيه، قدمت ليه ضربه كيفاش تعطيهم اللوكال، كيفاش تعطيهم يحكيوا في السياسه، كيفاش تعطيهم كذا، كيفاش تعطيهم كذا. مرحبا بيك عمر. بيك عايش. عايش. اللوكال هذا للجميع، وجمعيه الاروم المتوسطيه محلوله للدول العالم الكل. اروم متوسطيه. محلوله انفراستركتور للشباب، للفنان المهمش. وللنحات وللمبدع وللشاب اللي ما عندوش ستاتيو، لان الدوله هذه ما تستعرف كان باللي ستاتيو. معناها انا بيدي وقت حبيت نعمل كرنفال مسير معناها اتيتر معناها دارتيست انديبوندون، اللي حتى اداره حبت تتماشى معايا ولا حبت تقبلني، قالت تجيب لي وريقه فيها كاشي. هذا فضاء مجعول للمجتمع المدني للتعبير عن افكاره بكل حريه، واللي معناها تمرير احلامه وتمرير معناها مشاغله معناه بدون روابط وبدون حواجز. برنامج هنا هنا نمارس النشاط الديمقراطي والنشاط الفني والتعبيري باريحيه. عمر الساعه قبل كل شيء، انت كاستاذ جامعي في المسرح وكمسرحي ومن قطاع الثقافه ومتغلغل في القطاع هذا، وتعاملت مع المندوبيه في عديد المرات، المندوبيه الجامعيه للشؤون الثقافيه، وقت سمعتي ما طلع هو المندوب، كيفاش الساعه تلقيت قبل كل شيء خبر اقالته، وهل حسيتها كونها استهداف فعلي لولايه المنستير الساعه قبل كل شيء، وهل انه فما وجاهه في قرار مثل هذا القرار، الا كما كان يحكي فهمي والضيوف الخيال الناس توقعت انه حتى كيف يصير تحوير باش يتم نقلته الى ولايه اخرى اضعف الايمان، اذا ما ترقاش معناها ومشاش لتونس، دونك قلنا ربما يمشي لولايه اخرى، اما بالطريقه هذه اقاله هكاك مفاجاه، وكما صار بالنسبه تو مثلا اقاله والي نتاع المنستير وقال لهم غير والي، دونك ما بتحسش ان هي استهداف لولايه وجهه باكملها. هو سي عبد السلام انت ممكن غلطت في كلمه اللي قلت اقاله، راهي ماشي اقاله، هذه انا نعتبرها عمليه اغتيال للمهدي معطلة. اغتيال ثقافي راهو مش اغتيال ثقافي. ثقافي لا، لانه اليوم انت كي تحكي مع رؤساء الجمعيات ومع الفنانين ومع الشباب الطامح هذا، حتى ما تلقاه يحب يكمل يواصل في المسير. اليوم المسير عجلية تفشت، الكل عجلية تفشوا، اليوم صاعقة، اليوم لبان روس، حمام الثلج عند المبدعين، عند الشباب، عند رؤساء الجمعيات، فما برشا ناس عاقلة وواتين معناها اللي نعتبرهم هذوما، لأنهم ما يعرفوش يعبروا على الأبناء مشهد بلهم، وقت يوقف قدام الكاميرا ولا الميكرو، اشتغل الكلام ينساه، هذا يا معمر بسباس ما تلقاش. احنا اليوم قبلني معناها تعزيني نقبل العزاء في شخص في 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 مؤسسة اسمها المهدي معطلة، مؤسسة ماهوش شخص. مهدي معطلة يحل مشاكل الولايات الكل، وانا نعرفه صديق ونفتخر، وانا نعتبره كاخويا الكبير، هو اصغر مني، فهمتني ولا؟ ومهدي معطلة انا خضت معاه العديد من التجارب الثقافية والفنية، عملنا مهرجان اتحاد معناها الاتحاد العام التونسي للشغل مع بعضنا، وكان هو مدير المهرجان وكنت انا المدير الفني. عملنا برنامج مع ما بين الجمعيه والمندوبيه اسمه جسور، وهزينا الثقافه لادغال المنستير لبلايص ما تعرفوهمش، ما تعرفوش شنو اسميهم، لبلايص عمرها ما تخلي لها الثقافه من قبل الاستعمار، ما فما حتى شيء، الناس ترحمنا على والدينا اللي دخلنا لها، ونذكر هونيكايه كسور معناها المناير شو اسمها القراوه، نذكر اولاد منجه، نذكر بير الطيب، نذكر معناها يعني الحوم، يعني العديد من المناطق الريفيه اللي احنا تكبدنا مشاق الدخول فيها ومساركها الواعره، ومشينا في اماكن اللي عمرها ما وصلت لها الثقافه. لان الاشعاع نتاع ولايه المنستير في السنوات الاخيره جعل منها مراره ثقافيه وقبله لكل الفنانين والمبدعين. انا كي نمشي في نعرض بالعروض نتاعي في كامل الجمهوريه، اصدقائي والمسؤولين وزملاء مهدي معطله يحسدونا فيه، يقولوا لي صح عليكم عندكم المهدي معطله. احنا عندنا فكر وعندنا دماغ مدبر للاشياء ويعرف كيفاش يسلك الامور، بالرغم الظروف الماديه الصعيبه وبالرغم الفترات اللي مرنا بها من اتعس ما فما، يعني في القديم معناها مرينا بفترات صعيبه برشا على المستوى الثقافي في تونس الكل،
يعني وصلنا احنا كجمعيات وكفنانين قاعدين 3 سنين ما خلصناش حتى فرنك، ولكن كان هو الوحيد اللي صبر فينا ويعطي فينا في الثقه للمستقبل. وقت اللي قررنا لان بجهه المؤسسين باش نسلموا في النشاط الثقافي وما عادش نخدموا نظرا للعديد من الخيال كثرت عليهم الديون، وفما شكون اللي تهدد بالسجن، وفما شكون معناها قادم عروضه معناها بتاع 3 سنين وما خلصش وكذا، واحد وقعتنا بيوت كبيره والناس معناها تستغار. انا اليوم باش نحكي السرطان اللي حكيت لي عليه الثقافي لمده كيف السرطان الثقافي احنا اليوم السيده الوزيره هذه مختصه في الحجر ولا شنو قالوا لي في التراث يا راهو التراث هذا راهو يوخر فيك بالتالي راهو التراث راهو العباد في الثقافة دخلت في الصناعة الثقافية ودخلت في الثقافة الرقمية الجدية مش كلام وشعارات ودخلنا في السانكدي وفي السادي العباد تقبلها طار التيران في الثقافة لأنه المنوال بتاع الثقافة بتاع تونس بتاع التمشية الاجتماعية من أدلى بدلبي هي وقال راني منوال فاشل راني منوال لا أشارك في التنشئة السليمة للمواطنين وللأطفال وللشعب. رحنا احنا تنشئة اجتماعية في تونس عندنا زيرو، راهو دور الثقافة في العديد من الجهات، راهو كم مشاو ربوا فيهم الحمام خير، راهو ما فماش أنشطة، راهو سي حشر، راهو ساعات تلقى معناها ولاية كاملة ساعات تمشي لها ولا تشوف تصورها على الفيسبوك تلقى دار ثقافة ينشطوا فيها 4 فروخ ولا فريق تلقاهم ولاد المديرة ولا أختها. راه ما عادش فما استقطاب للاطفال. المونستير هنا تعج بالانشطه الثقافيه والارقام خير دليل على ذلك. المونستير مناره ثقافيه معناها بفضل الله وخيام لانه ما تنجم تعمل الثقافه في الفقر وفي وقت الكورونا وفي ظروف البلاد اللي ما تشجعش المبدع واللي تكبله واللي تذل المبدع واللي تخليه يستنى فك المنحه تاع 4 فرنك. معناها وتطيح له من قيمته واللي ما تعملوش قانون الفنان واللي ما تخمملوش في الحيطه الاجتماعيه نتاعو واللي ما تخمملوش في التقاعد نتاعو ماهيش وزاره الثقافه. هذه وزاره ما عندهاش رؤيه، هذه وزاره معناها تمشي من غير بوصله. عملت لكم مركز عملت لنا عطريه للفنون الدراميه، عملت لنا عطريه للفنون الدراميه هذه اللي قطعوها كل المثقفين نتاع المونستير بالكل، والسيد هذا قاعد يستورد لنا في بعض الاساتذه تاع المسرح من جهات اخرى وقاعد يستورد لنا في فكر ظلامي. وين اساتذه المسرح نتاع المستير؟ عملنا عريضه وبعثنا للوزيره وصححنا كل الوجوه الكبرى نتاع ولايه المونستير من سي فتحي اللبان من سي طلال ايوب من سي محمد فوزي اللبان سفيان شبيل خالد شنان، يعني اهم الوجوه البارزه في المونستير قالوا له لا هذا السيد متحايل، هذا السيد يخدم على الفيسبوك، هذا السيد يقص حتى الثنية على العرايض اللي تمشي لوزارة الثقافة، هذا السيد ما يعرف كان يكتب، ما يعرف كان الوشاية، ما يعرف كان الفتن، من اللي دخل للمستير ما 4 سنوات تو من التواجد كمركز ولو حتى سكتش ما عملوش، حتى بي بي سي تي تاع كابا كرولوفين ما عملهاش. ما لبش مركز الفنون الدرامية والرفعية عطرية للفنون الدرامية، اليوم سي محمد علي من صديقنا محمد علي سعيد من القلعة يسالوا فلوس. خونا منير سالوا فلوس، جمعية قصر الليل سالوا فلوس، معناها شو اسمهم الفنانين اللي يتعاملوا مع المركز الكل يسالوا فلوس، هذا انسان هذا يجيب انت 3 اساتذه باش يكونوا ويطلب منهم باش يجيبوا معاهم فلوس معناها باش يعملوا اللي هو، معناها هو باش يخلصهم 300,000، يطلب من 3 اساتذه يقول لهم جيبوا لي 300,000 انتوما، ترى اعطيكم شيك ب 600. وانا مسبوع في محضر جلسه رسمي في وزاره الثقافه نتكلم عن طريق المندوبيه وكذا وجهه ولايه توصل تطلب من وزاره الثقافه من يوم 12 اكتوبر مش يعملوا له معناها تفقديه اداريه وماليه يجوا يتفقدوه ما يوصلش وما فماش حتى خبر. هذا الكل لان مره كان حاجه برك وراو لان المقصود مش مهدي معطله وحده. وزاد كيف كيف خونا وزميلنا وصديقنا عبد الحفيظ بن حسن اللي حي المهديه وجعل منها مناره ثقافيه وجعل منها ولد فيها العديد من الجمعيات وزرع فيها حب العمل الثقافي، لانه الثقافه ماهيش ثقافه سلمون، لان الثقافه تقوم بدور اجتماعي، الثقافه تحمي الاطفال من الانحراف ومن انهيارهم معناها الاخلاقي ومن انزلاقهم في المساوئ الاخوانجيه وفي مسالك يعني الذمه نتاع الدواعش وفي المسالك نتاع برمشي اخت الروح باش تدخل للجنه. لا ما فماش الجنه، الجنه هي تونس واحنا نحبوا تونس. الجنه هو العمل والجنه هو الاجتهاد، هذاك هي الجنه. فهمتني؟ انت تجي معناها مسؤول ناجح على جميع المستويات، يستشيروا العديد من المندوبين، يستشيروا العديد من الوزارات، من وزارات اخرى يستشيروا لان مهدي معتله للمعلومات معناها بتاع بعض العباد، هو من احسن ما عندنا معناها كرجل قانون بالاساس.
لأنه تكوين وقانون. هو قانون هو الأساس وسيت أنهم بدروع وهو من طلبة قيس سعيد. ولكن اليوم يهان بالطريقة هذه معناها ونسلموا في كنوزنا ونسلموا في ثرواتنا الإنسانية ونسلموا في طاقاتنا في نو كومبيتانس ونسلموا في الناس اللي تفعل بجد واللي تخدم ليل النهار وننحروهم هكاكا ونخرجوا لهم ترجمتهم على برا من أجل إرضاء معناها انتريو دي مالير لنا في المستير اللي عندنا ونعرفوه اللي يكبوا فيه يوميا ويكبوا فيه ليل النهار واللي عملوا له لا من الجمعة الأولى من توليه من دوبية المونستير عملوا له باش موازية سماوها صحة رسمية من دوبية جاوين شنو الثقافية بالمونستير احنا نعرفوهم شكون هذوما ونعرفوا شكون هما الدواعش هذوما اللي قاعدين يكبوا ليل ونهار ويكبوا في شيء انا شايفها تدفع على الحساب والحاجة الثانية كويلة كونه هو يتعامل بكل ترانسبارانس يعني عارف الشيء هذا باش يصير يعني يورينا ما عندوش حتى اشكال يورينا بعض المظالم اللي تعرفها وكذا وحتى كي تقول له مثلا انت علاش ما تقفهمش تحضر يقول لك عندي فيه وماني توا فما ربي فما السلمان فما قداش لكن اعتقد كان مرشح باش يكون وزير الثقافه هاو الكلام اسمه يتقال كان مرشح باش يكون رئيس ديوان في وزاره الثقافه هذه الوزاره اللي قاعده تمشي بالتوالي اللي قاعده تمشي ما غير دماغ ما غير فكر واضح ما غير بوصله قاعدة متخدمة ومرة تمشي على اليمين ومرة تمشي على اليسار بصباح تنحي واحد وفي اليد تحط واحد شنو هو معناه؟ انت وزير الثقافة انت يا كوم مينيستير راك وزير سونسي معناها فير معناها لا ديسونتراليزاسيون كيف تبع باه هي ديسونتراليزاسيون هي كلام كيكا برك يا خويا سميني شكون مندوبين من المسير عندنا اليوم في سلك وزارة الثقافة شكون اطارات عندنا؟ احنا راهو هذه سياسة ممنهجة لتجريد الساحل من كفاءاته شوف اليوم مستير مهدي يسوس اعطيني عدد الوزراء اعطيني عدد كتاب الدولة الموجودين في الحكم اعطيني اليوم عدد المديرين الجهويين اعطيني اليوم عدد المندوبين وينهم احنا انا والي من المستير انا شكون والي من ولاية المستير انا شكون معناها والي من ولاية مهدي ما يخدم في تونس معليش انا علاش من شرطة ومن جويلة ما غير والي وانا عامين ونص من غير معتمد ولا والي ولا تالي وديما بالتوالي وزيد كل عندنا نوار نجيو نقصوا عليها ونقضيوها احنا البلاد هذيا تعرف كيفاش انا قاعد والله العلي العظيم قاعد خمم مش نهز امي مش نقول مش نهزك للحج مش نقدرها ونهزها لفرنسا ونعيش انا وياها وصغاري وامي وكل قد كم عاش خليها تروح إذا لدي هدف يحبوا كرونا في البلاد هدف متاع مسؤولين حاليين يحبوا كرونا في البلاد هذا التأليس هو كل الساعة هو مركز فنون درامية هذا راهو سرطان مسرطن راهو هذا الإنسان مش عادي في مخه يا خويا عرضوه عند كبير نفساني شوفوا له حل راهو ما فما حتى حد قايل فيه كلمة خير رحنا عاملين فيه عريضة الأولى والثانية راهو إنسان معناه ثلاثة ميزانيات معناه ما يفوق ال 150 مليون مشاو هبة منثورة اليوم ما عندناش حتى مسرحية راهو يغالط في الرأي العام ويعمل في ديزارتيكل على الصحافة معناها مارلوتيه ويقول صار عرض القاعة مبلعة بالجمهور والعرض ما صارش والجمعية ما جاتش ويقول عمر بسباس مشى عمل ستاج في صياد وعمري ما عملت ستاج غادي كان قاتيني نقرا من الجريدة نلقى روحي غادي سبايدر مان نطير وحدي ما فهمتش كيفاش عملت واني راقد ستاج وراني كيفاش وراو معناها تفرح الخير وراو اللي هم يحبوا يقولوا كونه معناها بيشدوا كان إداري المركز هذا بيشدوا كان واحد استاذ مسرحي من الجهة وأي اسم أنا موجود هنا باش نقف معاه وكل ولاد الجهة ملزمين ومعناها وعطينا العهد باش يقفوا معاه وما يدعين فيه الا استاذ مسرحي من الجهه من ابناء الجهه وما يندب لك كم ظفرك لان هنا جربنا احنا الاطارات هاو الاطارات بالعيوب السبعه هاو تحبوا نخبيه وكذا ونقولوا ثقافه ونقولوا تربيه ونقولوا مستوى سي با تون نيفو وبالريقه ذاك لا فينا منه شكايه احنا اليوم عندنا شعب يستهلك في الزطله في الليسيات وفي المدارس وعندنا شعب قاعد يحرق ويوميا قاعد نتلزق في اصحابي من مستير وفي عائلات ها واخرتهم هذا ولد الغزي مشي هو مرته وزوج الصغار يعني راجل في الافواش 40 سنه بالرغم من ظروفه معناها ماهيش اللي خايبه برشا ولكن ما عادش فما امل في الحياه شبا يأس شنو معناها ولايه من غير والي شنو معناها ولايه من غير والي يبرع عملوها فوقيه تاع الطلبه وكاو خليوا بعض الطلبه يستنفعوا منها علاش فارغه الولايه شنو معناها ما فماش والي يا سيدي ترى معناها مادي معطله معناها ماهوش مندوب لماذا ما تبعتيك الدروس في تسيير الوزارة وفي تسيير المندوبيات وفي القانون وفي الحصول على الميزانيات الاستثنائية وفي جذب الأموال من وزارة المالية معناها بطرق قانونية اللي انت عندك فيهم حق وما تعرفش حقهم
انت معناها مداخله معناها من النار الاول تنحي في 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 كبارات البلاد جاي باش تبني انت ولا جاي باش تهد لاباس في مخك يا مدام لاباس يظهر لي سي بون ماك الادواق انت عملت القرار هذا شايخه ولا شنو سلعه بحر ولا شنو الحكايه يظهر لي رساله وصلت عمر يا مش معقول والله لا معقول معناها هذا معناها انت المسعود من الناس في العمل نتاعو نضربوه وهاك ختمت في مدن الساحل اضرب الساحلي اضرب الساحلي يا سيدي يا الساحل خليه وجلي هالمنطقه الصناعيه او كي يبقى فيها الفقر هالفلاحه مشات او كانت على روحها الدنيا غلات كل يوم الغلاء الاسعار وماشيين في هاويه والكلام هذا قلت لكم انا من عام 2018 رحنا ماشيين في هاويه هابطين في هافوك هبطنا فيه سي تو هبطنا فيه لافوك تو معناها احنا قدام العصيان انا غدوه خويا باش ننضم للمجموعه اللي باش يمشيوا يعني باش النقابه راهي اعلنتها مش نقابه يا ولد الراجل نقابي يا ولد راهو معزومه وزاره الثقافه كان سمحني سي عبد الشداد كان تحب تعمل تعيين عن طريق الامتداد فهم والالحاق تو تعملوا وقت اللي تقدم انت من الساحل مطلب بالطريقه هذه عن طريق الالحاق والامتداد تقول لك لا ممنوع ممنوع هي عندك انت من حتى انت مندوب معناها جايبته من الاسره والمراه ولا شنو هما كذا يا اخي هذا ما من الحاق ولا من غير الحاق؟ كي حقته هو علاش تمنع الحاق من الاخرين؟ يا اخي الناس فرقوا الناس سنه يعني انت عندك زوج وجوه نوارات في الساحل اللي في كل واحد منهم قايم بواجبه وانا 18 عام نشتغل بالمهديه ونعرف المهديه كيفاش كانت وكيفاش ولات في عهد سي عبد الحفيظ بن حسن ونعرف المسير كيفاش كانت وكيفاش ولات انا عمري ما دخلت لها المندوبيه بتاع المسير قبل ودخلت لها في عهد سي المهدي معطله عمري ما دخلت لها في حمك ولا هنا معناها في قلب البلاد دونك من بعد انت تجي تراني في الثقافه انت ما خليتليش القفه نتاعي من رجلك جيت القفه نتاعي وعملت فيها قعوار راني نهز من المارشي معبي نص الدار قاعد فرغت في السنين مصاري طباطه وتاكسيات وفوريير وباركينج وما تعملين هكا ولي ما للمواطن وفاتوره 100 500 الف وضوء ب 600 ودري شنو انت ماشي معناها خليتليش حتى هكا متنفس باش نمارس العمل الثقافي انت قاعده تقضي على ولايه المستير لانها الثانيه ولانهم هم ما يحبوش المستير ولانهم عندهم مشهر على المستير من عارف بورقيبه لان احنا بتقدر التمثيل معناها التمييز السلبي ولينا في اسفل السافلين وانا اخر عباد ربي هنا قعدنا من غير والي وديما التالي وديما بالتوالي وهذيك هي طبق طبق وفي خرافه يعطيك الصحه عمر يظهر لي هذوما مختلف الاصوات وعمر اتى على عديد الجوانب اللي يتكلموا عليها برشا من اهل الجهه من اهل جهه المنستير في الختام ساعة حبيت نشكر كل الحاضرين اللي معانا وحبيت نشكر كيف كيف الناس اللي كانت باش تجي على غالب عندها التزامات كما سي فتحي البواب رئيس جمعية الفنون الجميلة بالمنستير اللي كيف كيف قال نضم صوتي ليكم كلمني قال لي راني نضم صوتي ليكم وسوليدير معاكم في هذا التحرك في البلاتو هذايا وفي قول كلمة الحق كيف كيف سي براوي الرباني أيضا رؤساء جمعية تقريبا كل رؤساء وموجودين الثقافة الكل موجودين الثقافة الكل الأغلبية نتاع ماجوريتي عنده عبروا على استيائهم بالمواقع التواصل الاجتماعي بالضبط لكن حبيت نقول اليوم انا نقول للسيده الوزيره نقول لها شد انت ما تو باش تخدم انت في المستير تعرف شنو معناها المستريه وتعرف شنو معناها بلاد النضال وبلاد العلم وبلاد النور وبلاد الاجتهاد والعمل الدؤوب تعرف شنو معناها صعوبه العمل فيها حبيت اذا كيف كيف نتوجه برساله لبعض النفوس المريضه الحاقده اللي هم ربما زوز وثلاثه اللي يسميوا في رواحهم من الحقل الثقافي اللي تشمتوا بعد الخبر نتاع اقاله مهدي معطله مهدي معطله على الاقل قال لما هذه وقال اجماع هذا من اهل القطاع ومن اهل الثقافه من القريب والبعيد ان شاء الله ان شاء الله انتم كيف تمشيوا باي طريقه كانت معناها تخليوها الاثر او عشر الاثر والانسونتيم تاع الاثر هذايا بالعكس باش تلقاو ناس تسب فيكم مالوغوزمون لانه لا يزرع السب ما يلقى كان السب نهار اخر دونك يظهر لي هذا البلاتو تكريم لمهدي معطله ووضع الامور في نصابها في جهه المنستير مخرج السارق وما خرجش الديكاج ما صحيت اهم حاجه شوكتك صحه لا خرج السارق لا خرج الديكاج بالعكس كيف خرج لكم شفتوا التعاطف الشامل نتاعو بمحبة الناس شفت لي رياكسيون على الفيسبوك بارتو شفتوا التليفونات اللي جاتكم الناس كل حكيت وعلاش وكيفاش اكسترا نحب كيف كيف نعلم كونه النقابه نتاع الثقافه بالمنستير الفرع الجامعي بالمنستير اعلن كيف كيف وقفه احتجاجيه مسانده لمهدي معطله ومعارضه لهذا القرار اللي اعتبرته جائر غدوه شوقي وقتاش؟ غدوه الخميس 10 نتاع الصباح غدوه الخميس 10 نتاع الصباح ان شاء الله دونك زملائه
اي زملاء قدام المندوبيه والنقابه بصفه عامه نتاع ثقافه جامعه الثقافه مشكوره كيف كيف. الناس كلها بارامونت حركت، الناس كل استغربت. مهدي معطل حبيت نقول لك الى جانب كونه صديقي وخويا واعتز بمعرفته واعتز بصداقته، راهو اهم حاجه هي محبه الناس، واهم حاجه هو الاثر الطيب اللي تخليه ويظهر لي. هذه كيف كيف نحب نقول كونه الحلقه هذه دفعه على الحساب قبل ان نقرا الكتاب ونعرف علاش تم اقاله مهدي معطل. وما زلنا مواصلين في هذا النسق، وما زلت حلقات اخرى، وما زلنا باش نحكيوا، وما زلنا باش نتكلموا، وما زلنا باش نحكيوا على الاسباب الحقيقيه لاقاله مهدي معطل. انا نستناو في الرياكسيون نتاع السلطه، وهنا راجعين لكم. تصبحوا على خير.